سيشرق الأمل ويفوح عبق الياسمين. هنا جنة الله على الأرض، هنا سوريا. من منبر المنصة التربوية السورية أطل عليكم أنا المعلمة جمانة محمد لأقدم درسا للصف الثاني الأساسي في مادة الرياضيات بعنوان ترتيب الأعداد حتى 99. في البداية سوف نتعرف على مؤشرات الأداء. يتوقع من التلميذ في نهاية الحصة الدرسية أن يكون قادراً على أن يرتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر. أن يرتب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر. أن يرتب ثلاثة أعداد على المسطرة. صغير الرائع، حان وقت العمل، هل أنتم جاهزون؟ في البداية سوف نستذكر ما أخذناه في الدرس السابق، وهي من يخبرني ماذا نشاهد في هذه اللوحة؟ أحسنتم، هذه لوحة المئة. صغير الرائع، اكتشف العدد الناقص باستخدام لوحة المئة. لدينا مجموعة من المربعات، أريد منكم إكمال الأعداد الناقصة. لاحظوا معي هنا العدد 27، 28، ماذا سنضع؟ نعم 29، أحسنتم. أيضا هنا 31، 32، ماذا سنضع يا أبطال؟ نعم 33. أيضا هنا 74. ما العدد الذي يأتي بعد 74؟ نعم أحسنتم 75. هنا أيضا 97. ما هو العدد؟ نعم 98. أحسنتم يا أبطال، أنعم النظر في لوحة المئة، سوف نحتاجها كثيرا في درسنا هذا. الآن أريد منكم يا أبطال أن نرتب الأعداد على المسطرة. العدد 27، أيضا 30، أيضا 35. كما تعلمنا في الدرس السابق حتى نقارن الأعداد، من يذكرني بالقاعدة؟ كيف نقارن بين الأعداد؟ أحسنتم، أولا نقوم بتمثيل الأعداد بالواحدات والعشرات. سوف نقوم بتمثيل العدد 30. ما هي واحدات العدد 30؟ ما هي؟ صفر، أحسنتم، لا نضع شيئاً. أما العشرات فهي ثلاثة أعمدة من العشرات. لاحظوا معي، نلفظه 30. الفظ معي يا صغيري 30. عافاك الله، أحسنت. سوف نقوم بتمثيل العدد الثاني. ما هو العدد؟ 35. لاحظوا معي يا صغاري، سوف نقوم بتمثيله بالواحدات والعشرات. ماذا سنضع في الواحدات؟ 5 مكعبات صغيرة. 1، 2، 3، 4، 5. أحسنتم. أما العشرات فعشرات العدد هي، سوف نضع 3 أعمدة من العشرات. 1، 2، 3. ونلفظه 35. 35، عافاكم الله يا أبطال. أما العدد الثالث فهو 27. لاحظوا معي، سوف نضع هذا لفظه 27. سوف نقوم بتمثيله الواحدات العشرات، عمودان من العشرات. أما الواحدات 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 7 مكعبات في حقل الواحدات. أحسنتم. الآن كما تعلمناه في درس سابق سوف نقوم بمقارنة العشرات، وإذا تساوت العشرات نقوم بمقارنة الآحاد. احفظوا هذه القاعدة. 27 أصغر من 30، أيضا أصغر من
35. لاحظوا معي العشرات 3 3 2. عندما تتساوى العشرات نقوم بمقارنة الآحاد. 0 5، 0 أصغر من 5. هكذا قارنا بين الأعداد 3. الآن سوف نقوم بتمثيل هذه الأعداد على المسطرة. تعالوا نتعرف كيف تكون المسطرة. هذه هي المسطرة التي سوف نستخدمها في درسنا هذا. هنا المسطرة مرقمة من العدد 25 إلى العدد مربع فارغ. الآن سوف نتعرف على البطاقات الثلاث. 27، أيضا 30، 35. سوف نقوم بالعد 25، 26، أيضا سوف نضع البطاقة 27، 28، 29. ما العدد الذي يأتي بعد 29؟ العدد، نعم العدد 30. نصل إلى العدد 34. ماذا سأضع بعد العدد 34؟ يأتي العدد 35. أحسنتم يا أبطال، لاحظوا معي هذا كيف يكون ترتيب المسطرة. الآن لدي مجموعة من البطاقات وأريد منك أنت صغير الرائع أن تقوم بترتيب هذه البطاقات على المسطرة. لاحظ معي، سوف نقوم بالترتيب من العدد ابتداء من العدد الأصغر وانتهاء بالعدد الأكبر. لاحظ معي العدد الأصغر سوف نرتب حتى نصل إلى العدد الأكبر. المسطرة مرقمة ابتداء من العدد 51، 52. ما العدد الذي يأتي بعد 52 في لوحة المئة؟ نعم 53، أيضا 54. ماذا سأختار؟ البطاقة الصفراء 55. أحسنتم يا أبطال، لنكمل العد 56، 57. ماذا سأختار؟ البطاقة الحمراء 58. أحسنتم يا أبطال، أيضا سنكمل العد حتى نصل إلى العدد الأكبر 59، 60. ما العدد الذي يأتي بعد العدد 60؟ 61. أحسنتم يا أبطال، لاحظوا العدد الأصغر، العدد الأكبر. أريد منكم يا أبطال أن تذكروا لي عددا أصغر من العدد 40 وعددا أكبر من العدد 40. هنا سوف نضع، أنا اخترت لكم مجموعة من الأعداد فأنتم تستطيعون أن تكتبوا أعدادا أخرى. اخترت لكم العدد 10، 39، 25. هذه الأعداد الثلاثة أصغر من العدد 40. الآن سوف نختار مجموعة أخرى تكون أكبر من العدد 40. 41، العدد الأكبر منه مباشرة، ثم 70، ثم 89. لاحظوا عشرات هذا العدد، 4 7 8، كلها أكبر من العدد 4. وإذا تساوت العشرات نقارن الأحاد، 1 0. هل لاحظتم الفرق بين الأصغر والأكبر؟ أحسنتم يا أبطال، شكرا لكم. فما هو الترتيب التنازلي؟ الترتيب التنازلي وهو أن نرتب الأعداد من العدد الأكبر إلى العدد الأصغر. أنا قمت بتمثيل العد التنازلي أو الترتيب التنازلي على درجة. لاحظوا هذا الطفل كان عند العدد 9، ثم قام بالنزول على الدرج 9 8 7 6 5 4 3 2 1، نزل من العدد الأكبر إلى العدد الأصغر. هذا الترتيب نسميه ترتيبا تنازليا. الآن أريد من الأبطال الرائعين أن يقوموا بحل بعض التمارين. لاحظوا الترتيب التنازلي من العمود الأكبر إلى العمود الأقصر أو الأصغر. الآن
نحن في الحديقة، هل تحبون الحديقة؟ وأنا أيضا، يجب أن نحافظ عليها. لدي مجموعة من الأزهار مرتبة من الأطول إلى الأقصر، من الأكبر إلى الأصغر، ولدي مجموعة من البطاقات لنقوم بقراءة الأعداد، ثم أريد منكم أن تقوموا بترتيبها من العدد الأكبر إلى العدد الأصغر. 22، 9، 29، 33. لنقارن عشرات العدد، أو عفوا الأعداد، كما أخذناها في درس سابق. لاحظوا معي، 2 هنا مرتبة واحدة، 2، 3. من العدد الذي يملك العشرات الأكبر؟ أحسنتم، إذن العدد 33 وهو العدد الأكبر، نبدأ معه العد. أيضا هنا العددين 2، 2 في العشرات، إذا تساوت العشرات ماذا نفعل؟ من يخبرني؟ نحن نقارن الآحاد. أحسنتم، 9، 2، من الأكبر؟ 9، فنختار العدد 29. أحسنتم يا أبطال، ثم نختار العدد 22 ونختار العدد. عافاكم الله يا أبطال، عمل رائع. الآن أخذنا الترتيب التنازلي، الآن سوف نبدأ بالترتيب التصاعدي. من كلمة تصاعدي، عندما نصعد على الدرج نبدأ من الدرج العدد الأصغر حتى نصل إلى العدد الأكبر. الآن صديقنا الرائع قام بتمثيل بعض الأعداد عن طريق البالون. لاحظوا ارتفاع البالون، 25 الأكبر منه مباشرة، 26 أيضا، 27. لاحظوا معي هذا الترتيب، 25 26 27، إننا نصعد عددا عددا، هذا يسمى الترتيب التصاعدي. لاحظوا هذا الفيل الرائع كيف يصعد من العدد 1 إلى العدد 10. إذن عندما نصعد من العدد الأصغر إلى العدد الأكبر يسمى ترتيبا تصاعديا، هذا هو الترتيب التصاعدي. لاحظ الفرق بين الترتيب التصاعدي والترتيب التنازلي، من العدد 0 إلى العدد 9، ثم عندما وصل هذا الطفل إلى العدد 9 أراد أن ينزل الدرج من العدد 9 إلى العدد 0، العد التصاعدي والعد التنازلي. صغيري الرائع، أريد منك أن تقوم بهذا النشاط. أولا نريد قراءة الأعداد، 31 42 70 62. كما تعلمنا سوف نقارن بين العشرات، ما هي عشرات الأرقام؟ 3 4 7 6. لاحظ معي العشرات، من العدد الأصغر؟ من العدد الأصغر الذي يملك العشرات الأصغر؟ من هو؟ أحسنتم، 31 هو العدد الأصغر بين مجموعة هذه الأعداد. ثم ماذا سنختار؟ ماذا؟ أحسنتم، العدد الذي يملك 4 في العشرات وهو 42. أيضا 7 أم 6؟ نعم نختار العدد الذي يملك العشرات 6، 62. أما العدد الأكبر الذي نضعه في رأس الدرج وهو العدد 70. لاحظ الترتيب من العدد الأصغر إلى العدد الأكبر، ماذا نسمي هذا الترتيب؟ ترتيبا تصاعديا. عافاكم الله يا أبطال، بوركت جهودكم. عائلتي، مما تتألف عائلتكم؟ كل واحد منكم يعدد أفراد العائلة. أنا عائلتي تتألف من أبي وأمي وجدتي التي تعيش معنا في المنزل ونهتم بها وأنا أحبها كثيرا، وأختي الصغيرة. طلبت منا المعلمة أن نقوم بترتيب الأعمار من الأكبر سنا إلى الأصغر سنا، فسألت والدتي فأعطتني الأعمار. لاحظ
لاحظ معي، أريد منكم أن تقوموا بترتيب هذه الأعمار باستخدام الأرقام 1 2 3 4. برأيكم من العدد من الذي يملك العمر الأكبر؟ جدتي الكبيرة في السن وأهتم بها. العدد 1، العدد 1. من يأتي بعد الجدة؟ يأتي أبي. أبي ترتيبه 2. بعد ذلك أمي 3، وأختي الصغيرة رقم 4. عندما قمت بالترتيب من الأكبر سنا إلى الأصغر سنا، من يخبرني ما اسم هذا الترتيب؟ نعم أحسنت يا صغيري، إذن من الأكبر إلى الأصغر ترتيب تنازلي، ترتيبا تنازليا. عافاكم الله يا أبطال وحما عائلاتكم. الآن حان وقت الألعاب. أنا جهزت لكم لغزا جميلا، وأنا واثقة أنكم قادرون على حل هذا اللغز. ماذا يحتوي هذا اللغز؟ ما اسم هذا الحيوان اللطيف؟ من يعرف؟ كما أخذناه في درس العلوم. نعم اسمه الحصان. أحسنتم يا أبطال، لكن السؤال أو اللغز، ما اسم صوت الحصان؟ أنا لا أعرف أصوات الحيوانات. حتى أكتشف أنا وأنتم صوت الحصان، يجب علينا أن نحل هذا اللغز معا، أنا وأنتم. هل أنتم جاهزون؟ نعم يا أبطال. اللغز يقول: أرتب الأعداد تصاعديا لنحصل على الحل. كل حرف يقابل رقما. تعالوا لنقرأ الأحرف ونقرأ الأرقام. حرف الياء يقابل العدد 28، وحرف الصاد يقابل العدد 14، وحرف اللام يقابل العدد 30، وحرف الهاء يقابل العدد 26. أريد الآن أن أرتب الأعداد تصاعديا لنبحث عن العشرات. تصاعديا من العدد الأصغر إلى العدد الأكبر. من الذي يملك العشرات الأصغر؟ 2 أم 1؟ 3 2. إذن 14 هو العدد الأصغر، فيقابل الحرف الصاد، يقابل حرف الصاد. أيضا بعد ذلك هنا لدي حرفان، حرف الهاء وحرف الياء، يملكان نفس العشرات 2 2. ماذا سأفعل؟ أقارن الأحاد. أحسنتم يا أبطال، 8 6، فالعدد 26 أصغر من العدد 28. ثم نضع بعد ذلك حرف الياء، وبقي لدي حرف اللام يقابل العدد 30 وهو العدد الأكبر. تعالوا لنركب هذه الأحرف حتى نحصل على العدد. صهيل. إذن صوت الحصان، صوت الحصان اسمه الصهيل. احفظوا هذه المعلومة يا أبطال. شكرا لكم على هذا العمل الرائع. هذه خريطة سوريا. درسنا لهذا اليوم قد انتهى. أسأل الله السداد والتوفيق لي ولكم، وأن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. كلمة أخيرة أصدقائي الأطفال، أريد منكم من منبر المنصة التربوية السورية، وأناشد كل طفل وكل مواطن شريف أن نقوم بحملة تشجير واسعة، كل طفل يزرع شجرة حتى نعيد إعمار سوريا ونعيد زراعة جبالنا الخضراء، لتعود سوريا وتبنى بسواعد أبنائها. معلمتكم المحبة لكم دوما جمانة محمد. دمتم سالمين.